احمد موسى، تعالى يا سيدي احمد موسى، وهو سايق فيها الدور وعايش فيها دور الوطني الذي لا يشق له غبار. اسمع معايا، مفيش اهم من الموضوع ده، مفيش اهم من مصر، مفيش اهم من امننا وسيناء، ما عندناش اهم من كده. لا اكل ولا شرب، والله مع احترامي، لا اكل ولا شرب ولا غاز ولا كهرباء، بتكلم بجد. امن مصر وامنها وسلامتها اهم من اي شيء. لو حد يقول بقى ادور على اكل النهارده ولا كيلو سمنه بكام ولا علبه ولا سكر، لا 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 حضرتك، الموضوع اكبر من كده، فوق خيالك فوق خيالك. بلد النهارده عايزه كل واحد يبقى صامت كده وواقف معانا كده، وانسى حالي الشخصي، انه في امن قومي. امن قومي ايه؟ يتعرض لخطر يتطلب 105 مليون واقفين واحد واحد مع الدوله وقراراتها واي اجراءات تتاخد لحمايه امننا. وانت مش ممكن؟ ممكن جدا، عظيم جدا. يبقى انا بحب التحديد ده، 105 مليون يفدوا بلدهم علشان يحفظوا ارضهم وحقهم، 105 مليون يحموا حق البلد وحق المصريين في ميه النيل، في ميه النيل وفي استقلالنا الوطني وفي حفظ ترابنا الوطني، امننا القومي وسيادتنا على ارضنا. 105 مليون مصري مش عايزين يسيبوا تيران وصنافير. مش معايا هنا ولا ايه؟ مش معايا هنا؟ 105 مليون مش عايزين يسيبوا ترابهم الوطني في تيران وصنافير ولا يفرطوا في ميه النيل. 105 مليون مش عايزين حد يتعرض لسيادتهم ولبلدهم، وعايزين يمارسوا سلطتهم على ارضهم بما فيها معبر رفح بالمناسبه. انما كل شويه حد يطلع يقول لنا ما تتكلموش على الاكل، ما تتكلموش على السكر. ايوه السكر ماله ومال معبر رفح، السكر ماله ومال الامن القومي، رغيف العيش ماله ومال الهم اللي احنا فيه. يا جماعه لما تحط يعني ابو شيلن مع ابو باريزه كده مش حلوه، بقت حجه، الناس بقت فاهمه. الاول كان الاخوان، بعدين كورونا، بعدين حرب اوكرانيا، دلوقتي بقت حرب غزه. طب انت حرب غزه عملت لك ايه؟ الحرب على غزه انت قافل المعبر بتقول ما حدش ليه دعوه، ما حدش ليه حاجه عندي. ايوه الاسعار بتزيد ليه يا فندم؟ لا غزه كانت بتصدر سكر ولا عندها ممر مائي مهم، ما عندهاش حاجه. فحجه ان هو ايه؟ الامن القومي اهم. طبعا الامن القومي مهم، والامن القومي ده بيبدا من بيوت الناس، اكلها وشربها حماده. ما ينفعش تبقى دايما طبله للنظام، انا قلت لك لفظ في الفيديو الاول مش عايز اقوله تاني. ما ينفعش تبقى طبله. حاول تكون محترم مره.